بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي. هنتكلم النهاردة في مادة الرياضيات البحتة. هنشرح اليوم الدرس الأول من الوحدة الثانية، وهو بعنوان مبدأ العد. قبل الخوض في تفاصيل مبدأ العد وتعريفه، هنأخذ مثالين لكي يتم توضيح مبدأ العد ومفهومه. هنبتدي بالمثال الأول، وهو كم عدد طرق اختيار طالب من بين 3 طلاب، وليكن أشرف ومحمد وحسن، وطالبة من بين طالبتين سمر ومنى. بمعنى أنه نفترض أن لدينا مجموعتين، الأولى تتكون من 3 طلاب هم أشرف ومحمد وحسن، والمجموعة الثانية تتكون من طالبتين سمر ومنى. في هذا المثال نجد أنه من السهولة معرفة عدد طرق الاختيار، فمثلا يمكننا اختيار أشرف وسمر، أو أشرف ومنى، أو محمد ومنى، أو حسن وسمر، وهكذا. وسوف نعبر عن ذلك بالمخطط البياني التالي، ويسمى بمخطط الشجرة البيانية. من الشجرة البيانية السابقة يتضح أن عدد طرق اختيار طالب من 3 طلاب يساوي 3 طرق، وعدد اختيار طالبة من بين طالبتين يساوي 2 طريقة. إذن عدد طرق الاختيار يساوي 3 في 2 يساوي 6 طرق، واحنا طبعا شايفين هنا في خانة الاختيار قدامنا 6، دي 1 2 3 4 5 6، وطبعا لو عملناهم بإيدينا هنلاقيهم 6. فهنا مبدأ العد بيجيب لي قانون إن أنا استخدمه عشان أعوض بيه وأجيب طرق الاختيار على طول. افرض مثلا عندي عدد مهول من الطلبة والطالبات، طبعا صعب إن أنا أعملها عشوائي. ننتقل إلى المثال الثاني لتوضيح المفهوم أكثر. السؤال: كم عددا مكونا من 3 أرقام، بحيث يكون رقم الآحاد من العناصر 3 و7، ورقم العشرات من العناصر 2 و4 و9، ورقم المئات من العناصر 1 و5. بنفس طريقة المثال السابق يمكننا الاختيار عشوائيا، فمثلا يمكن أن يكون الرقم هو 123 أو 543 أو 527 وهكذا. أول حاجة طبعا هنكتب رقم الأحاد زي ما عملنا في المثال السابق اللي كان على الطلاب، وبعد كده خانة العشرات. طبعا كل رقم أحاد ممكن ياخد 3 أرقام من العشرات، فالتلاتة ممكن تاخد الاتنين، والتلاتة ممكن تبقى معاها الأربعة في رقم العشرات، والتلاتة ممكن معاها التسعة، وهكذا السبعة. وبالمثل خانة المئات، الاتنين في خانة العشرات ممكن يبقى معاها الواحد أو الخمسة. هنستنتج بعد ما نعمل العملية دي، هنستنتج إن دي الطرق المحتملة للعدد. ومن الشجرة البيانية ممكن نجيب بمبدأ العد العدد على طول من غير ما نعمل طبعا الشجرة البيانية للتوضيح، ولكن القانون بيجيبها على طول. فهنا عشان نجيب العدد الطرق اللي هو طالبها، فأول حاجة أو عدد الطرق أو عدد الأعداد اللي ممكن نكونها هي طبعا. فهنا أول حاجة هنقوم قايلين عدد طرق اختيار رقم الأحاد، عدد طرق اختيار رقم الأحاد، رقم الأحاد مكون من كام؟ من رقمين، تمام. فهنا الطرق اللي أنا ممكن أختار رقمين، يا إما أختار 3 يا إما أختار 7، هيبقى 2. عدد طرق اختيار رقم العشرات، رقم العشرات مكون من 3، يعني ممكن يبقى احتماله 3 أرقام، يا 2 يا 4 يا 9، فيبقى 3 مرات. وبالمثل رقم المئات مكون من رقمين، فهنا هختار رقم يبقى 2. يبقى عشان أجيب الكم عددا ممكن إن أنا أعملهم أو أستنتجهم من الأرقام الأحاد اللي هو مديهالي والعشرات والمئات، يبقى عندي 2 اللي هي طرق اختيار رقم الأحاد، وتلاتة اللي هي عدد طرق اختيار رقم العشرات، واتنين اللي هي عدد طرق اختيار رقم المئات. يبقى عندي 2 في 3 في 2 يساوي 12 طريقة. وبناء على ما سبق يمكننا تعريف مبدأ العد كالتالي. تعريف مبدأ العد: إذا كان عدد طرق إجراء عمل ما يساوي ميم واحد طريقة، وكان عدد طرق إجراء عمل ثاني ميم طريقة، وكان عدد
طرق إجراء عمل ثالث ميم طريقة وهكذا. فإن عدد إجراء هذه الأعمال معا يساوي ميم واحد في ميم اتنين في ميم تلاتة في ميم أربعة لحد ميم نون، أي عدد ممكن أجيبها بالطريقة دي. وبناء على ما سبق يمكننا تمام كده خلاص، كده خلصنا عرفنا مبدأ العد وخدنا عليه قبل كده مثالين. طبعا ده مثال آخر للتوضيح، يعني نفس الفكرة برضو، كم عدد الاختيارات التي يمكن لخالد أن يتناول وجبة من بين 3 وجبات كبدة دجاج سمك ومشروبا واحدا من بين المشروبات برتقال ليمون مانجو. فعدد طرق اختيار الوجبة 3، هما 3 وجبات، وعدد طرق اختيار المشروب 3، يبقى عدد طرق الاختيار كلها هتبقى 3 في 3 يساوي 9 طرق. آخر مثال معانا النهاردة بيقول: بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من 3 أرقام مختلفة من الأرقام 0 1 2 3 4؟ وهذا النوع من المسائل يسمى بمبدأ العد المشروط. ففي المثال السابق الشرط يكمن في أنه لا يمكن اختيار الرقم 0 لخانة المئات، وبذلك طبعا لأن الرقم 0 في خانة المئات ما ينفعش، 0 على الشمال ليس له قيمة. وبذلك يكون الحل كالتالي: نبدأ بخانة المئات المشروطة، لا يمكن استخدام الصفر جهة اليسار زي ما اتفقنا ملوش قيمة، يبقى عدد اختيار الرقم في خانة المئات، أنا عندي 5 أرقام بس الصفر مش هينفع أخده، ما ينفعش أخده، فيبقى عندي 1 2 3 4. طب طرق اختيار الرقم في خانة العشرات، أنا قلت لازم يكون الرقم مختلف، طالما مختلف ولنفترض دلوقتي أنا اخترت الواحد في خانة المئات، فطبيعي مش هعرف استخدمه في خانة العشرات، هيبقى مستبعد، يبقى انا عندي كام رقم تاني ممكن استخدمه اللي هو 0 2 3 4. تمام، على طرق اختيار الرقم في خانة الأحاد بنفس الطريقة، الرقم اللي انا اخترته في المئات مش هينفع اختاره لا في الأحاد ولا في العشرات، والرقم اللي اخترته في العشرة مش هينفع اختاره في الأحاد، فيتفضل عندي 3 أرقام وليكن مثلا اخترت 1 في المئات وبعد كده اخترت 0 في العشرات، فيبقى عندي 2 أو 3 أو 4 اختارهم في الأحاد. يبقى إذا عدد الطرق الكلية هيساوي 4 اللي هي عدد طرق اختيار الرقم في خانة المئات في عدد طرق اختيار الرقم في خانة العشرات اللي هي 4 برضو، في عدد طرق اختيار الرقم في خانة الأحاد اللي هي 3. المجموع كله هيساوي بعد ما نضرب ونخلص هنلاقي 48 طريقة. وده طبعا مثال عشان يوضح حل نموذج لحل المثال السابق. أول حاجة احنا عندنا الأرقام 0 أو 0 1 2 3 4، المئات قلنا أول حاجة هنختار المئات، وليكن هنختار رقم عشوائي وليكن هو 3، أنا كده اخترت 3. طبعا الأرقام مختلفة، يعني أنا عايز أجيب عدد الرقم اللي أخده ما يتكررش، فأنا أول حاجة طالما اخترت 3 هشيل 3 كده خلاص 3 اتشال. يبقى لسه عندي في عدد العشرات كام اختيار متاح ليا؟ متاح لي 4، دي 1 2 3 4. تمام، وليكن كده انا اخترت 2، فطالما الرقم مختلف برضو هشيل 2 كده، اجي اختار الرقم الاحاد، يتبقى عندي كام طريقة؟ عدد الطرق 1 2 3، وليكن اختار 0، يبقى انا كده خلاص اخترت 0 بالرقم وليكن 320. وده طبعا كان مثال عشان يوضح مفهوم مبدأ العد. كده خلاص كده خلصنا درس النهاردة مفهوم مبدأ العد، اتمنى يكون الشرح واضح. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.